أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج من لندن وجولة في الصحافة الإنجليزية والعربية الصادرة في بريطانيا، ونتابع في هذه الحلقة. الصين تحذر من عواقب اتفاقية الغواصات النووية مع أستراليا. وزيرة الداخلية البريطانية تحث الشرطة على التعامل بحزم مع نشطاء المناخ. وإنجلترا تستعد لإجراء تغيير كبير في قواعد السفر للملقحين بجرعتين. نبدأ من صحيفة الجاردن التي اهتمت على صفحتها الأولى باتفاق الغواصات النووية تحت عنوان المملكة المتحدة والولايات المتحدة تواجهان رد فعل عنيف وسط مخاوف من أن الاتفاقية قد تستفز الصين. ويقول التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة تكافحان لاحتواء رد فعل دولي عنيف الليلة الماضية بشأن اتفاق غواصات نووية أبرم مع أستراليا وسط مخاوف من أن التحالف قد يستفز الصين ويزيد من الصراع في المحيط الهادئ. بوريس جونسون أخبر أعضاء البرلمان أن اتفاقية الدفاع بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا ليست موجهة لعداء الصين. ونقلت الصحيفة عن تيريزا مي رئيسة الوزراء السابقة تساؤلها عما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن بريطانيا يمكن أن تنجر إلى حرب في حال اعتداء الصين على تايوان أو غيرها، لكن بكين اتهمت هذه الدول بتبني عقلية الحرب الباردة وحذرت من أنها ستضر بمصالحها الخاصة ما لم يتم إلغاؤها. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن السيد جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي. سيد جهاد مرحبا بك معنا. لا شك هذه الاتفاقية الثلاثية أشعلت كثير من الإشارات الحمراء في بكين، لكن بهذا التصعيد في الخطاب هل يتصاعد لتحركات صينية أخرى بتصورك؟ يعني في البداية تحياتي لك بها وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع فعلا كما وصفت الصين بأنه هذا الاتفاق يعيد المشهد إلى الحرب الباردة التي يعني عاشها العالم لعقود طويلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي الذي تفكك، لكن هذه الحرب هي حرب مصالح بشكل أساسي ولا تقوم على أساس أيديولوجيا يعني محددة في صراع بين المنظومة الرأسمالية والمنظومة الشيوعية. اليوم الصين هي جزء لا يتجزأ أيضا من المنظومة الرأسمالية، هي تدير مصالحها وتسعى للتوسع في العالم. اليوم هذا الاتفاق الذي جرى هو بشكل أو بآخر يوجه إلى الصين بشكل أساسي، وخاصة أن هذا ينسجم مع السياسة الأمريكية التي أعلن عنها جو بايدن في خطابه الذي وجهه للعالم في بعد تسلمه للرئاسة. تحدث عن الخطر الصيني بشكل مباشر باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى فعليا بأن الصين هي الدولة التي قد تكون منافسة لها في إدارة هذا العالم، وبالتالي هي تتحرك في العديد من الساحات بشكل سريع لمحاصرة الصين. هذه ردود الفعل الصينية لا زالت في حدود التصريحات التي صدرت عن الإدارة الصينية، لكن فعليا بتقديري بأن الصين سترد في مكان على هذه الاتفاقية، لأنه في نهاية الأمر امتلاك أستراليا لغواصات 8 غواصات بقدرات نووية هذا يعتبر تهديد للمصالح الصينية وللمجال الحيوي الصيني، وبالتالي هي الصين ستدافع عن مصالحها. نحن أمام فعلا تشكيل محاور في العالم. صحيح. من الواضح أن السياسة البريطانية بعد تحديدا قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي حسمت أمرها باتجاه التحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعميق هذا التحالف. أولا على المستوى الاقتصادي هي يعني قد تستفيد وتستفيد من هذه الاتفاقية مع أستراليا، ولأنه حتى المشروع نفسه يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى خبراء ويحتاج إلى وشركات بريطانية ستساهم في صناعة هذه الغواصات التي ستشتريها بريطانيا أيضا أو أستراليا عفوا.
بريطانيا أيضا يعني بهذا الاتفاق هي تؤكد على فك العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة إذا لاحظت الرد الفعل الفرنسي على الاتفاق. صحيح. الذي يعني غاضب ومستاء للغاية، ووصف الأمر بطعنات بالظهر. لكن سأتعرض على هذه الزاوية بعد قليل، لكن بتصورك هذا الاتفاق الثلاثي الأمريكي البريطاني الأسترالي إلى أي مدى يعكس انخراطا أمريكيا سريعا في ترتيب مرحلة ما بعد أفغانستان، والمضي أيضا سريعا للخوض في التحديات الملحة كما تراها الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها طبعا تطويق الصين؟ هذا صحيح. يعني حتى بعض الكتاب تحدثوا والخبراء تحدثوا عن أن حتى مسألة الانسحاب من أفغانستان هي جزء من هذه الترتيبات التي تتجه الولايات المتحدة الأمريكية لمحاصرة الصين في والتحرك في محيط أو المجال الحيوي للصين. في النهاية الانسحاب من أفغانستان كان يعني هو يعتبر هنالك حدود بين أفغانستان وبين الصين، وبالتالي هذا يعتبر تهديد أيضا للصين ولروسيا. نعم. بشكل أو بآخر، يعني واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت استراتيجيتها بشكل واضح وتتحرك بشكل سريع جدا باتجاه صحيح. تحقيق هذه الاستراتيجية، لأنها تدرك بأن الصين تتحرك أيضا عبر القارات في العالم عبر المال وعبر الخبراء وعبر الصناعات والاستثمارات الاقتصادية في إفريقيا وفي حتى في أوروبا وفي آسيا لفتح أبواب نفوذ لها في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحجيم دور الصين عالميا وضبط إيقاعها، وبحيث أن تبقى هي التي تسود العالم لفترة قادمة. تعليق أخير على هذا الموضوع، فرنسا لا شك غاضبة ومستاءة من الاتفاق الثلاثي، هل تعود هذه الأطراف لترضي باريس، أم ربما نحن أمام تحول في العلاقة بين لندن وواشنطن من جهة وباريس من جهة أخرى باختصار؟ يعني رد الفعل الفرنسي كان ردا واضحا أنها تعرضت فعلا لطعنة بالظهر. هي هنالك خسائر اقتصادية كبيرة جدا، فرنسا خسرت مليارات الدولارات بسبب هذه الاتفاقية الثلاثية، وبالتالي هي يعني أدركت بأنه هنالك يعني محور يتشكل في العالم وهي خارج هذا المحور. هذا سينعكس على السياسة الخارجية الفرنسية تجاه القضايا مختلفة مرتبطة بقضية بالسياسة الأمريكية والبريطانية على وجه الخصوص. تفضل بالبقاء معنا سيد جهاد، نمضي إلى موضوع آخر، إلى صحيفة التلغراف التي اهتمت بإغلاق الشوارع الرئيسية تحت عنوان وزيرة الداخلية تحث الشرطة على اتخاذ موقف صارم مع متظاهري المناخ. وتقول الصحيفة أن وزيرة الداخلية تطالب بعمل حاسم بعد ظهور لقطات لضباط يسهلون إغلاق شارع سريع من قبل نشطاء البيئة. وتنقل طلب بريتي باتيل من الشرطة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد نشطاء تغيير المناخ، حيث أظهرت لقطات فيديو ضباطا يسهلون الاحتجاجات على الطريق السريع، وهو ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور هذا الأسبوع. باتيل وزيرة الداخلية قالت أن الحكومة تدعم بشكل كامل الشرطة، وفي الوقت نفسه طالبتهم بالالتزام بالقانون واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع مثل هكذا اضطرابات. أما الرئيس السابق لوحدة محاربة الإرهاب في شرطة لندن حث على التعامل مع من أسماهم المتطرفين البيئيين الذين يستخدمون تكتيكات مخططة وغير قانونية بنفس القوة التي يتم التعامل بها مع المتطرفين اليمنيين والإسلامويين. لنقاش هذا الموضوع نعود لضيفنا من لندن السيد جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي. سيد جهاد، وزيرة الداخلية مضت إلى سياسات متشددة في موضوع الهجرة، مضت إلى إقرار تكتيكات في المياه الإنجليزية لدفع قوارب المهاجرين غير الشرعيين بالقوة هناك، تمضي الآن لدعوة التعامل الحاسم مع مناهضي التغير المناخي وسياسات الحكومات، هل من سقف لهذه السياسات المتشددة بتصورك؟ يعني بتقديري بأنه وزيرة الداخلية هي
يعني الوجه الأكثر بشاعة إذا بدك لحكومة المحافظين، بمعنى ليس سرا بأن حكومة المحافظين هي متشددة تجاه قضايا الهجرة واللاجئين وتسعى للتخفيف والتقليل من حجم الهجرة والتشدد في الداخل البريطاني تجاه الأجانب إذا بدك، لكن وهذا فعليا ظهر بعد حتى خطة الخروج، أو بمعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت هنالك وعود إذا يعني من قبل وزيرة الداخلية للفرنسيين مثلا على دفع حوالي يعني ملايين الدولارات لفرنسا لتسيير دوريات إضافية لمنع عمليات التهريب، وهذا جزء من التشدد. الأصل أن يتم بمعنى تسهيل يعني بشكل قانوني للمهاجرين الذين يفرون من مناطق الصراع والاضطهاد إلى بريطانيا وغيرها من دول أوروبا، لكن وزيرة الداخلية ذهبت بتقديري أوسع أو أبعد من الشكل الذي يعني تسعى له الحكومة، وقد يكون هذا جزء من ترتيبات حتى الحكومة البريطانية هي أكثر تشددا حتى من بوريس جونسون في سياساتها مع المهاجرين واللاجئين، وهل اليوم هي تذهب إلى شكل آخر من عمليات القمع والتصريحات تظهر حالة التشدد لدى باتيل باتجاه نشطاء المناخ، أن يوصفوا هؤلاء بأنهم راديكاليين وأنهم يجب التعامل معهم باعتبارهم من المجموعات الإرهابية، هذا يعني يتناقض مع سياسة الحكومة البريطانية التي أعلن عنها بوريس جونسون باتجاه أن تكون بريطانيا في السنوات القادمة تتجه باتجاه يعني التخفيف من الانبعاثات التي تسيء للبيئة، وهذا يخالف أنه يمكن هذه تصريحات بوريس جونسون منحت كأنها جرين لايت للنشطاء بأن ينشطوا أكثر باتجاه وقف هذه الانبعاثات المسيئة لكن للبيئة. هذا النشاط وإغلاق الشوارع وهذه التكتيكات للمتظاهرين، هل تستدعي بهذه الدعوة من مسؤول أمني سابق للتعاطي معهم بنفس الطريقة التي متعاطي فيها مع المتطرفين اليمنيين أو الإسلامويين؟ هل نحن أمام انعكاس لذات سياسات التشدد لدى وزارة الداخلية؟ لا، هو هذا فعليا هذه تصريحات صادمة إذا بدك، وكنت يعني أتابع مواقع التواصل الاجتماعي في ردود الفعل حتى على هذه التصريحات، هنالك حالة من الغضب لدى النشطاء بوصف باعتبار أنه يعني مسؤول بمكافحة الإرهاب وأيضا وزارة الداخلية أن تصف هؤلاء بأنهم إرهابيين في صراع أو في سياق دفاعهم عن البيئة، والذي ينسجم أصلا مع السياسة الحكومية الرسمية المعلنة. يعني هذا فعلا محاولة لشيطنة هؤلاء يعني هذه هؤلاء النشطاء، وفعليا التبرير لتعرضهم لأي انتهاكات في المستقبل، صحيح. وانتقاد أيضا لضباط الشرطة وللشرطة الذين تعاملوا بشكل إيجابي مع النشطاء خلال تنفيذهم لهذا النشاط بأحد شوارع العاصمة البريطانية لندن. وقت نقاشنا لهذين الموضوعين انتهى، أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلينا من لندن السيد جهاد أبو فلاح الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. هذه الحلقة مستمرة وفيها بعد قليل. الأمير أندرو يقترب من مواجهة دعوى بلا اعتداء الجنسية على قاصر. أهلا بكم من جديد إلى صحيفة ديلي ميل التي اهتمت على صفحتها الأولى بتغييرات في قواعد السفر في البلاد، وعنونت عطلة سعيدة للملقحين بجرعتين، وتقول الصحيفة إن قواعد اختبارات السفر المكروهة ستلغى للمطعمين بجرعتين، وتضيف أن تعديلات كبيرة سيتم الإعلان عنها لاحقا، حيث سيعفى من تلقي جرعتين من اللقاح من تلقى جرعتين من اللقاح من إجراء اختبارات كورونا باهظة الثمن عند العودة من الإجازة. ومن المحتمل أيضا إلغاء اختبارات ما قبل المغادرة التي يضطر المسافرون إلى إجرائها قبل العودة إلى البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه بدلا من النظام الحالي للسفر وتقسيم المناطق الذي تم تقديمه في مايو الماضي، سيكون هناك نظام مبسط. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور بلال الزعيتر، المستشار في علم الأدوية واللقاحات. دكتور بلال، مرحبا بك معنا من جديد. بهذه التعديلات على قواعد السفر لمن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، إلى أي مدى هي ربما أقرب نقطة وخطوة للعودة للوضع الطبيعي؟ طبعا هي كما تفضلت هي عودة إلى الوضع الطبيعي، لأن بريطانيا الآن تضرب المثل للعالم من ناحية أنه يجب علينا الآن التعايش مع فيروس الكورونا. موضوع أننا نصل إلى نقطة بحيث يكون لدينا صفر إصابات وصفر وفيات هي أصبحت ضربا من الخيال، وبالذات مع المتحورات الجديدة. ولكن بفعل نجاح حملة التلقيح هنا في بريطانيا ونجاح حملة العودة إلى الحياة الطبيعية، ما زال النظام الصحي البريطاني متماسكا وما زالت الأمور تحت السيطرة رغم تسجيل نحو 30 ألف إصابة في الأمس، ولكن النظام الصحي ما زال بخير، والإصابات والوفيات بنسبة كبيرة، والإدخالات إلى غرف العناية الحثيثة هي بنسبة تفوق 92% هم من فئة غير المتلقحين أو غير متلقي اللقاح. فبالتالي هذا الأمر أعطى هامشا من الراحة للحكومة البريطانية لكي تستكمل ما ابتدأت به. الآن عودة إلى الحياة الطبيعية بالنسبة للسفر، من تلقى اللقاح الآن يستطيع أن يسافر بدون أن يتكبد عناء إجراء الاختبارات المكلفة وبالذات اختبار البي سي آر. تم تبسيط نظام السفر بدلا من نظام الإشارات الضوئية وتقسيم الدول إلى فئات، هناك فقط دول عالية الخطورة وهنا والباقي العالم سيكون الأمر بمثابة العودة إلى ما قبل الكورونا. لكن الإعفاء للمسافرين ممن تلقوا جرعتين من الاختبارات بدل تخفيض أثمانها، هل هو خطوة في محلها؟ لا سيما من تلقى الجرعات يظل قادرا على حمل الفيروس وقادرا على نقل العدوى أيضا. طبعا بالتأكيد اللقاح لا يحمي من الإصابة، ولكنه يحمي من الإصابة الخطيرة التي تستدعي دخول المستشفيات، وهذه هي النقطة المهمة. الآن صناعة السفر في بريطانيا الآن على شفير الانهيار، وبالذات في نهاية هذا الشهر سيتم الانتهاء من نظام الإعلانات الحكومي أو ما يسمى بالفيرلو هنا في بريطانيا. فالحكومة البريطانية اتخذت هذا القرار سعيا لإنقاذ هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات القليلة في بريطانيا التي لم تستعد عافيتها بعد. الآن في موسم الصيف حجم العودة إلى الأعمال في قطاعات الضيافة والسياحة والسفر هي بلغت نحو 20% من أرقام عام 2019. فباعتقادي أن الحكومة البريطانية اتخذت هذا القرار لأهداف اقتصادية بحتة، مع اطمئنانها الشديد إلى أن النظام الصحي البريطاني قابل على استيعاب أي حالات، وبالذات أن الأرقام الآن أصبحت واضحة وتشير أن فقط غير الملقحين هم من يدخلون غرف العناية الحثيثة بكثافة. نعم، هذه التسهيلات البريطانية اطمئنت إلى أن قرار إعطاء الملقحين حرية السفر، هذا الأمر سيعيد الحياة إلى القطاع، إلى قطاع الضيافة والسياحة والسفر المتضرر بشدة، مع الاعتراف أنه حكوميا من أفضل عدم إلغاء اختبارات البي سي آر، ولكن الحكومة هنا تحاول أن تحدد ما بين المخاطر الصحية وما بين المخاطر الاقتصادية، بالذات نفسه برنامج كورلو على وشك هذا. وسننتظر ونرى دكتور بلال إن كانت هذه التسهيلات على صعيد السفر ستدفع بعض المترددين أو الرافضين لتلقي اللقاح للمضي وأخذ هذه الجرعات. على كل حال، شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من لندن الدكتور بلال الزعيتر، مستشار في علم الأدوية واللقاحات، شكرا جزيلا لك. إلى صحيفة ميرر، فاهتمت على صفحتها الأولى بقضية الأمير أندرو وعنوانات: الأمير أندرو أصبح الآن قلقا. كشفت المصادر أن أمال الأمير في أن القضية الجنسية لفيرجينيا جوفري قد تنهار
تبخرت بعد صدور حكم قانوني. قالت المحكمة العليا أنه سيتم تسليم الأوراق إليه، ما يعني أنه قد يواجه فاتورة تصل إلى الملايين. وكشفت صحيفة ميرر الأسبوع الماضي أن الأمير كان واثقا جدا من أن القضية ستنهار، لدرجة أنه يعتزم العودة إلى مهامه الملكية. بحسب الصحيفة ونقلا عن أحد المطلعين الذي قال إن شخصية الأمير لم تعد كالسابق، وأن هناك تحولا جذريا في مزاجه بعد هذا القرار. بهذا وصلنا مشاهدينا لختام حلقة هذا اليوم من برنامج من لندن.